صباح الجمال، صباح الوطن. لحلقة اليوم وهي من أروع الحلقات لأنها مخصصة لدوزن الكلم وألق الحروف، واحدة من عوالم الفن أو ضروب الفن، الشاعر وبيت الشعر في الخرطوم ودورته الثالثة. سعيدين جدا أن نتواصل معكم من خلال هذه المساحة، ونستفتح صباح الشروق بإحدى الموضوعات المتعلقة ببيت الشعر. صباح الخير عليك مرة ثانية. مرحبا بك يا منى. بيت الشعر واحد من المؤسسات التي، في عبارة دائما بنقول يعني يقول لك الحاجة دي ولدت بأسنانها. فعلا بيت الشعر هو مؤسسة ولدت بأسنانها، لأنه رفضت الساحة الثقافية والشعرية في السودان بكثير جدا من الفعاليات، يعني عدد من الإصدارات التي خرجت عن بيت الشعر، وأيضا عدد من الفعاليات داخل السودان وخارجه ينظمها بيت الشعر ويشارك فيها ويوفد الشعراء السودانيين أيضا ليشاركوا فيها، امتدادا لجسور الثقافة السودانية العربية. نسعد أن يكون معنا مدير الإعلام والعلاقات العامة ببيت الشعر الأستاذ محمد آدم بركة. مرحبا بك محمد، صباح الخير. مرحبا بك، صباح الخير، وصباح الخير على جميع مشاهدي قناة الشروق. مرحبا بك. وزي ما قال أحمد، فكرة ولدت بأسنانها، ولكن يعني من الجميل أن نتحدث عن هذه الفكرة وكيف ابتدرت. فكرة بيت الشعر هي مؤسسة أطلقها سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بتأسيس بيوت للشعر في الوطن العربي. كانت هذه الفكرة منذ العام 2014، وأنشئت عدد من البيوت. بيت السودان كان هو البيت السادس، أنشئ في خواتيم العام 2016، ومن ثم أنشئ بيت آخر. الآن هنالك 7 بيوت في الوطن العربي تعنى بالشعر، ولا تزال يعني سلسلة البيوت مستمرة في عدد من الدول العربية. ملخص هذه هي فكرة بيت الشعر الخرطوم، والسودان رحب بهذه الفكرة من قبل جامعة الخرطوم ووزارة الثقافة في شكل شراكة ثنائية بأن يخدم البيت حركة الشعر والشعراء في السودان بشكل عام. نعم. مهرجان الخرطوم للشعر العربي واحدة من الفعاليات التي ينظمها ويقيمها ويدعمها دائما بيت الشعر، هذه هي النسخة الثالثة لهذا المهرجان. أيضا نتعرف على المهرجان منذ بداياته. المهرجان يعني بدأ من السنة الأولى من الإنشاء 2017، كان المهرجان الأول. فكرة المهرجان يعني تأتي في إطار يعني تفريغ للمهرجانات الكبيرة. هنالك مهرجان الشارقة للشعر العربي، هو المهرجان الكبير الذي يشارك فيه جميع شعراء الوطن العربي وإفريقيا كذلك والعالم. البيوت التي أنشأها أو أنشأتها الشارقة يعني نظمت مهرجانات سنوية موازية لمهرجان الشارقة للشعر العربي، يحمل عادة عناوين العواصم أو البلدان التي ينشأ فيها المهرجان. فجاء مهرجان الخرطوم للشعر العربي مثلما هنالك مهرجان الشارقة للشعر العربي، جاءت الدورة الأولى. والفكرة أيضا كانت منذ يعني إنشاء بيت الشعر أن يكون هنالك مهرجان ينعى بالشعر، وتكون أيضا هنالك ملتقيات معنية بأمر النقد وما شابه ذلك. فجاءت الدورة الأولى بوجه كان مشرق جدا، وقدمت شعراء كثر. يعني الدورة الأولى لم تكن هنالك أي مشاركة من خارج المحيط الداخلي. في الدورة الثانية استصحبنا أيضا مشاركات من خارج السودان، ونكمل الآن في الدورة الثالثة مزيد من المشاركين بنسبة يعني تفوق العدد اللي كان مشارك في الدورة الثانية. نعم، يعني جاء هذا المهرجان في أبهى حلة بالتأكيد، ومعروف أنه مثل هذه المهرجانات يكون فيها لفيف من أهل الفكر والثقافة وكذلك الفنون. نتحدث عن أبرز الشخصيات المشاركة في هذا المهرجان في الدورة الثالثة. أبرز الشخصيات المشاركة من ضيوف البلاد من شعراء الوطن العربي، الشاعر ألا أحمد السيد ألا جانب، وأمير الشعراء معروف يعني من خلال مشاركته في أمير الشعراء، وشاعر له وزن في الوضع في الوطن العربي بشكل عام من مصر. أيضا تشاركنا من سوريا الشاعرة قمر صبر الجاسم، وأيضا هي شاعرة معروفة من أمير الشعراء. كذلك الشاعر عبد اللطيف بن يوسف من المملكة العربية السعودية، وأيضا من السنغال الانفتاح على إفريقيا يشارك الشاعر محمد الأمين جوب في هذه الدورة. من السودان هنالك أيضا مشاركات بارزة، الأستاذ عادل سعد يوسف، الأستاذ محي الدين الفاتح سيشارك بعد قليل في ندوة أن تجليات السرد أو تجليات الوطنية في الشعر السوداني، مع الأستاذ مجذوب أيضا روز في
جامعة أفريقيا العالمية، ستبدأ الندوة في العاشرة صباحا بمشيئة الله بعد قليل يعني. أيضا يعني هنالك أسامة تاج السر في شعراء لأول مرة يشاركوا من ولاية السودان المختلفة. هنالك شيبة خير السيد من الأبيض أتى لتوقيع إصدارته الأولى. من المشاركات أيضا أنس عبد الصمد نجم، بحر الدين عبد الله، منى حسن، والكثير من الشخصيات البارزة في المحيط المحلي في الشعر. نعم محمد آدم، كلمنا عن الفعاليات في هذا المهرجان، خصوصا أنه هذه النسخة تأتي مختلفة، يعني السودان حدثت فيه هذه الثورة المجيدة وهذا التغيير، والشعراء كانوا من يعني من الخطوط الأمامية في 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 كل الحراك الثوري، ويعني حمسوا الناس، يعني حمسوا حتى الشباب بعدد كبير جدا من الكتابات والأشعار. هل يعني الفعاليات في هذا المهرجان جاءت تتواءم أيضا مع شكل التغيير الذي حدث في السودان والواقع الجديد والسودان الجديد الذي ينتظره الجميع؟ نعم بكل تأكيد، يعني المهرجان لم يغفل التغيير الذي حدث في السودان مؤخرا. استصحبنا هذا الأمر من خلال معرض تشكيلي مصاحب للمهرجان. هنالك جداريات على المدخل الذي يؤدي للقاعة، قاعة التعليم العالي وقاعة وزارة التعليم العالي، مقر الفعاليات في المساء. هذه الجداريات وثقت للثورة السودانية ولشعراء السودان في مجال الشعر العامي، وأيضا في مجال الشعر الفصيح، محمد المكي إبراهيم، الفيتوري، سعد العاقب، وكذلك محجوب شريف، وأيضا مصطفى سند، والكثر من الشعراء في السودان تحديدا يعني. أيضا المعرض التشكيلي يعني لم ينصب في إطار الجداريات التي في الخارج. هنالك معرض مصاحب لفعاليات المهرجان في مقر القاعة. هذا المعرض يعني استوعب محمول الثورة السودانية من خلال لوحات عدد من التشكيليين المشاركين في هذا المعرض، في مقدمتهم يعني تنظيمات شبابية شتى، يعني أبرزهم مجموعة جاليرينا للفنون، لهم الشكر من هنا، وهم شاركون هذه يعني فعالية المهرجان بحماس منذ أيام، من خلال رسم الجداريات ومن خلال الإعداد للمعرض. فأيضا النصوص التي قدمت خلال اليومين الماضيين وفي ختام المهرجان اليوم، وأيضا هنالك نهارية شعرية في جامعة إفريقيا العالمية ستعقب الندوة، لم تقفل أمر يعني أمر الثورة. هنالك نصوص كتبت في الثورة السودانية مؤخرا يعني، فهذا أمر يعني مؤكد أنه لن ننساه. يعني ربما يعني الجداريات والأشعار اللي كتبت في الثورة المجيدة كانت من جميل الأعمال اللي قدمت في ثورة السودان المجيدة، ويعني عكست يعني نبض الشباب وحراك الشباب الثقافي، ويعني حبهم حتى للشعر وحبهم حتى للرسم أو للفنون أو للتفاصيل التشكيلية المختلفة الهمة في النهاية السودان الواحد. في كل دورة من الدورات للمهرجان بيكون في شكل مختلف، وإحنا في الدورة الثالثة نتحدث عن مهرجان الخرطوم وبيت الشعر، خلينا نتكلم عن التطوير المضاف لهذه الدورة. التطوير المضاف للدورة الثالثة، يعني في الدورة الأولى والدورة الثانية المتعارف عليه كانت 3 فعاليات، وستكون هنالك ندوة، يعني 4 فعاليات جملة حصيلة المهرجان. في هذه الدورة هنالك نهارية شعرية مخصصة لضيوف البلاد، إلى جانب الندوة الراتبة، إضافة لزيارة شاعر. يعني انتهجنا في النسخة الثانية أنه تكون هنالك زيارة لشاعر سوداني من الرئيل الأول، من لهم إسهامات في الحركة الشعرية السودانية. فكانت الزيارة بالأمس لأسرة الشاعر الراحل الصاق محمود أبو بكر بمنزلهم العامر. الزيارة ترسخ للتعريف بإبداعات الشعراء، وبتكون أيضا هنالك التزامات بالتوثيق لأعمالهم من خلال بيت الشعر ودائرة الثقافة بالشارقة، من خلال الخطة التي ينتهجونها سنويا في التوثيق للشعر في الوطن العربي. أيضا هنالك الحديث في المهرجان بجانب يعني هذه الفعاليات، هنالك إصدارات حديثة. في الدورة الأولى كانت 3، في الدورة الثانية كانت 3، في هذه الدورة هنالك 5 إصدارات شعرية جديدة لشعراء السودان من الشباب.
وأيضا ديوان ثالث أو ديوان سادس هو ديوان الخرطوم، هو مختارات شعرية لعدد من الشعراء، يحمل مشاركة 29 شاعر من الشعراء الشباب وأيضا من الرواة. فهذه كلها إضافات حديثة في المهرجان. أيضا لم ننفتح على إفريقيا من خلال المهرجان إلا في هذه الدورة، يشاركنا من السنغال محمد الأمين جوب، يعني هو انفتاح من خلال المهرجان، لكن هنالك انفتاحات سابقة من خلال الأمسيات، عدد من شعراء الوطن الإفريقي يعني كان لهم حضور ومشاركة فائلة في أمسيات بيت الشعر. برضو يريد تعرفنا على رسالة المهرجان في هذا العام، أو الموضوع الرئيس الذي يتطرق له المهرجان في دورته الثالثة. الموضوع الرئيس في المهرجان هو التوثيق للشعر السوداني، إبراز وجوه شعرية جديدة لم تطل على المشهد الشعري من قبل، وهذه سنة اتبعها المهرجان. في كل عام نقدم أصوات لأول مرة تشارك في المهرجان، ولأول مرة أيضا يكون لها حضورها في المشهد الشعري يعني. فهذه هي رسالة ظل يعمل عليها المهرجان كل عام، نقدم يعني من حصيلة المشاركين أصوات شعرية جديدة. المهرجان يشارك فيه 21 شاعر، يعني 90% و70% ممكن نقول إنهم شعراء يعني لأول مرة يشاركوا في المهرجان. فهذه هي رسالة ظل بيت الشعر الخرطوم يعمل عليها من خلال الأمسيات، من خلال منتدى الثلاثاء، وأيضا من خلال المهرجان الجامعي لفعاليات تتوج به فعاليات بيت الشعر خلال العام يعني. نعم، السودان غني بمبدعي الشعر في السودان. يمكن احنا في مدخل الحلقة تحدثنا عن مجموعة من الشعراء اللي هم إرثهم يظل باقي في يعني في كل السودان، في كل وجدان السودانيين والمحبين كذلك للشعر. نتحدث عن مشاركات أسر هؤلاء العمالقة وتفاعلهم أيضا مع مثل هذه المهرجانات في الدورات المختلفة، حتى إذا كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة. بالأمس يعني احتفت أسرة الشاعر الراحل الساق محمود أبو بكر بزيارة وفد بيت الشعر والوفد المرافق من الشارقة بقيادة سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس وزارة الثقافة بالشارقة. يعني كان هنالك احتفاء كبير من قبل الأسرة بزيارتنا لهم. أيضا من خلال الأمسيات السابقة لاحظنا يعني حضور كثيف للأسر الذين يحضرون من أجل متابعة أبنائهم وهم يشاركون في مهرجان كبير كمهرجان الخرطوم للشعر العربي، وهو الآن يعني لا هنالك أي مهرجان في السودان يوازي مهرجان الخرطوم للشعر العربي في مجال الشعر تحديدا يعني. فهذه هي محمدة يعني تعود لأن جمهور الشعر لا يزال بخير، وهنالك تشجيع من قبل الأسر لمن يكتبون الشعر يعني. فهذا أمر يحمد للسودان، والسودان بطبيعته معروف يعني هنالك احتفاء كبير جدا بالحركة الشعرية وبالشعر بشكل عام يعني. نتعرف برضو على اللجنة أو على يعني مجمل أعمال الاختيار والتنقيح والتحكيم للأعمال المشاركة والمنافسة في المهرجان لهذا العام. هو المهرجان لم تكن طبيعته طبيعة تنافسية، هو مهرجان تفاعلي احتفاء بالشعر، لكن هنالك مسابقة انتهجت في منتدى الثلاثاء. هذه المسابقة فصلية تقام كل 3 أشهر، يكون التسابق عليها للشعراء الشباب فقط من أجل تشجيعهم يعني. في الأمسية الافتتاحية من المهرجان أعلننا الفائزين في المسابقة في الربع الأخير من هذا العام، كان هنالك 3 شعراء فائزين بها، زكريا مصطفى وأنس عبد الصمد من الشعراء الفائزين بالمسابقة، وأيضا هنالك يعني جائزة أخرى تشجيعية قدمت في المهرجان. يعني هذه هي أبرز يعني ممكن نقول عليها أشكال التنافس المصاحب للمهرجان. إضافة لي يعني طبيعة المشاركين في المهرجان أيضا يعني يأتون للاحتفاء بالشعر أكثر من أن يكون هنالك تنافس يعني. فطبيعة التنافس موجودة من خلال منتدى التسابق، لكن المهرجان هو مهرجان تفاؤلي أكثر من أنه تنافسي. نعم، بيت الشعر كل مواعين الإبداع موجودة في هذا البيت الفخيم بألق الحروف ودوزن الكلم. خلينا نتكلم عن وإحنا بنختم الفقرة دي، نتحدث عن الاختيار ذاته للقصائد، هل هي مشترط أنها تكون بالفصيح أم العامية أم ممكن الاثنين معا؟ في الأمسيات لم يكن هنالك شرط، يعني التركيز عادة على الفصيح لأن الشعر السوداني الفصيح يعني نقول الزائقة السودانية لم تهمل، ولكن لم يكن هنالك إقبال واسع في الفترات الماضية للشعر العربي. ف
فبيت الشعر يعني رسالته الأولى التي أنشئ من أجلها أنه يعني يحافظ على اللغة العربية ويهتم يعني بإعادة أو نفض القبار الذي لحق بها يعني. فالهم الأساسي في أنه المهرجان يشارك فيه شعراء يكتبون بالعربية الفصحى. في الأمسيات يعني هنالك مشاركات تختلف ما بين الدارجة وما بين الأدب الشعبي وما بين الفصيح كذلك. على سبيل المثال في الأمسية الأخيرة التي كانت بيننا وبين المركز الثقافي الفرنسي كانت هنالك مشاركة بالفصحى ومشاركة بالدارجة، شارك عمر علي عبد المجيد المعروف بالممكول وهو من رموز الثورة السودانية يعني. أيضا هنالك جهاد جمال يكتب بالفصحى، وهنالك شعراء من كينيا ومن اليمن السعيد ومن دول أخرى شاركوا في هذه الأمسية. فالمهرجان يخصص فقط للشعر العربي الفصيح. محمد آدم بركة، مدير الإعلام والعلاقات العامة ببيت الشعر، نحن نشكرك ونحييك، وبرضه عبرك نحيي كل يعني زملائكم في بيت الشعر، وتحية للزميل العزيز ابتهال تريتر يعني التي أيضا تجتهد أنه بيت الشعر فعلا يقدم خدمة للمثقف والشاعر السوداني، تظهر ذلك الإبداع للآخرين. شكرا لك، كتر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا.